بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. معكم زهراء أسامة. في الفيديو ده إن شاء الله هتكلم عن التوتوريال الثالث لموديول البروفيشناليزم اللي هو بعنوان ساينتفك رايتنج. قبل ما نبدأ في التوتوريال، حابين ندعي الدكتور محمد بالرحمة والمغفرة له ولجميع أموات المسلمين يا رب. احنا أخدنا فكرة في الموديول البايو ستاتستكس عن الريسيرش وإيه الخطوات اللي احنا المفروض نتبعها عشان نجمع الداتا. طيب نشوف الريفيو الناس اللي كتبت قبلنا الخطوات اللي عرفناها دي كلها. الفكرة ان هو انا خلاص في 5 خلصوا، كل واحد عمل البحث بتاعه. فاحنا لما نيجي نقدم الابحاث، كل واحد بيقدمها بالشكل اللي هو حابه او التنسيق اللي هو حابه. لا، قال ان هو في فورم او موديل معين في الاخر هم المفروض الكل بيسلم بيه. زي ما في مثلا احنا بنقدم في وظيفة، فبيبقى في ابلكيشن احنا بنكتب فيه البيانات بتاعتنا، السي في، الكلام ده كله. كلنا بنقدم بشكل واحد لكن البيانات نفسها مختلفة. نفس الكلام لما تيجي تحجز اوضة في فندق او حاجة، في فورم برضه المفروض بنملى فيه بيانات. فهي نفس الفكرة كده. الطريقة بقى اللي بتخلي كل الابحاث بتظهر بشكل واحد في الاخر حاجة اسمها scientific writing او الكتابة بطريقة علمية. بيقول ان هي scientific writing دي هي طريقة علمية بحيث تطلع في الاخر البحث بشكل موديل كده، وبعد ما نتاكد من صحه المعلومات وخلاص البحث خلص، نبدا نعرضه على الناس بقى بشكل لوجيكال وانفورماتيف واي، نبدا نعرض عليهم المعلومات. تمام. ده كده بالنسبه لتعريف الساينتفك رايتنج. طيب ايه الاشكال بتاعتها؟ قال ان هو ليها 6 اشكال. اول حاجه الساينتفك بيبر، او اللي هي عامله زي رساله الماجستير كده. الساينتفك بيبر دي هي عباره عن ملخص للبحث الكبير نفسه. يعني ممكن نقول ان انا عملت بحث 50 صفحة، فلا، الساينتفك بيبر دي تبقى اقل من 10 15 مثلا، ايا كان. انا بقول الارقام كده خلاص، فعشان الناس مش هتبدا اللي هي تقرا كل الداتا اللي انت جمعتها، ولا تمشي على كل الجداول والاناليسز اللي انت عملته ده كله. لا، هم عايزين في الاخر الساينتفك بيبر دي اللي هي فيها الملخص اللي انت جمعته، بحيث ان انا ايه اجمع المعلومات او الخلاصه من البحث ده. فاول حاجه هي الساينتفك بيبر، ودي هتتاخد بالتفصيل دلوقتي الاقسام بتاعتها وكده. طيب ريفيو بيبرز، او اللي هي اوراق مرجعيه. احنا قلنا اللي هي من ضمن خطوات ان انت تعمل سيرش، يبقى يعني خلاص انا حددت بروبلم معينه انا شفتها مهمه وحابه ان انا اتكلم عنها. مش ببدا ابحث بقى عن المعلومات وابدا اكتب او انزل في اماكن معينه اجمع داتا. لا، المفروض انه انا بشوف الناس اللي كتبت عن نفس الموضوع ده قبل كده، وابدا اقرا الابحاث بتاعتهم عشان اشوف هم وقفوا لحد فين، وابدا اكمل من بعده. لان انا ممكن اعمل مجهود كبير واكمل في بحث وكل حاجه، وارجع الاقي ان كل الكلام اللي انا جمعته ده الناس كلها عارفينه، وفي اكتر من حد كان جمعه في ابحاث قبل كده. فدي اهميه الريفيو بيبرز. تمام. دي كده ثاني حاجه. طيب ثالث حاجه جرانت بروبوزل. طبعا مش بروبوزل اللي في دماغك، هي بروبوزل دي معنى طلب، منحه او ترقيه. بمعنى اللي هو انا دلوقتي بشتغل تبع مؤسسة او تبع جامعة معينة، وانا بعمل ريسيرش وشايفة ان الموضوع ده مهم ولازم اكمله، لكن مشكلة في الميزانية، اللي انا مثلا محتاجة ان انا اسافر لبلد معينة عشان اجمع الداتا من اهل البلد دي، لكن انا فلوسي ما تسمحليش انه انا اعمل كده. فالمفروض انا بروح للمؤسسة اللي انا تبع ليها، وبعرض عليهم فكرة الريسيرش اللي انا ماشية فيه، واخليهم مثلا طالما اقتنعوا بيه، وابدا بقى ان انا اطلب منهم ان هم يعملوا زي تمويل مادي ليا او حاجه يساعدوني ان انا اعمل كده. فهي دي رقم 3 اللي هي جرانت بروبوزل. طيب رقم 4 اورال بريزنتيشن، اللي هو برضو نفس الكلام، اللي هي نتيجه البحث او حاجه، بس هتتقال جوه محاضره بقى. انا هجمع شويه ناس وابدا اتكلم معاهم اورال، واعرض عليهم نتائج البحث اللي انا وصلت له. رقم 5 بوستر بريزنتيشن، اللي هو انا بتكلم عن مرض معين او كيفيه انتقال العدوى. فبرضه استعنت بشويه بوسترز كده، بحيث اللي هو لو حد يعني مهما كان عمره هيفهمها، او مهما كان مستوى تعليمه هيفهم. زي ما شايفين في الفتره الاخيره، يعني اللي هي البوسترات اللي بتبقى معموله، اللي يبقى فيه مسافه ما بينك وبين اللي جنبك، وانه نلتزم بالماسكات. وانه كان في موضوع كده حصل في ابتدائي، انه في مرض الانفلونزا كان منتشر، وبرده كان بيحطوا بوسترات كده كتير، اللي هو ازاي نغسل ايدينا، وانه ما نحطش ايدينا على عينينا وعلى وشنا والكلام ده. هي دي البوسترات برده اللي احنا بننقل بيها نصائح للناس.
تمام. رقم 5 برضه اللي هي الساينس رايتنج. دي كده الست أشكال اللي ممكن اللي احنا بنستخدم فيها الكتابة العلمية أو اللي هي الساينتفك رايتنج. تمام. احنا قلنا أول حاجة فيها اللي هي الساينتفك بيبر، اللي هي تعتبر ملخص البحث أو ورقة بحثية، ودي اللي هتتاخد بالتفصيل في التوتوريال ده. طيب الساينتفك بيبر دي بيقول اللي هو أول نسخة تتكتب أو أول نسخة تتطبع منها، دي بنسميها primary publication، يعني أول إصدار أو أول طبعة حرفيا طلعت منها يعني. ودي بيبقى فيها الأوريجينال original result، اللي هي النتائج الأصلية اللي أنا لسه عاملاها. دي كده بتبقى النسخة الأصلية، والمفروض أنا اللي بطلعها عشان حفاظا بعد كده على حقوق الملكية والكلام ده. المفروض هي بقى بنعمل منها كبز، بحيث إن هي تبقى مرجع للناس اللي عايزة تستعين بيها بعد كده يعني. دي كده بنسميها ال primary publication اللي هي أول نسخة. طيب ايه الحاجات اللي بنسميها بقى secondary publication؟ انه في حد عجبه البحث اللي انا كتبته ده واخده وخلاه موضوع شابتر عنده في الكتاب بتاعه. طبعا بيعمل ريفرنس بقى ان الموضوع ده انا اللي كتبته وكده يعني. حتى لو فتحنا كتب الاقسام او حاجة بتلاقوا ان هي متاخدة من تكست بوكس كبيرة والكلام ده. فانه ممكن اصلا scientific paper اللي اتكتبت دي تروح في الاخر تبقى شابتر في كتاب. حاجة تانية ان هي ممكن تبقى تبع ريفيو، اللي هي الريفيو بيبر اللي قلناه، اللي هو انا اتكلمت عن الموضوع ده، فيجي لو حد بعدي حابب يكمل في الموضوع المفروض يقرأ انا اخر حاجة وصلت لها ايه ويكمل بعدي. دي كده بالنسبة للريفيو. بعد كده سبيتش وانترفيوز، اللي انا برضو اجيب الموضوع ده وابدأ اتكلم فيه مع مجموعة من الناس. اخر حاجة اللي هي الميتا اناليسيس، اللي هو يعني احنا 5 بحثنا في نفس الموضوع، الكل طلع نتائج مثلا سواء متقاربة متباعدة ايا كان. المهم بيحصل حاجة اسمها ميتا اناليسز، اللي هما بيجمعوا الداتا بتاعت الابحاث دي ويعملوا مقارنة ما بينهم بحيث يشوف ايه اقرب بحث نتائجه النتائج بتاعته منطقية وكده. تمام. بقولت اول نسخة بتطلع من ال original result بنسميها ايه primary publication. وشوفنا ان في 4 صور ل secondary publication، سواء كان هتتعمل chapter في كتاب هنستخدمها كريفيو بيبر او هنقولها قدام ناس سبيتش وانترفيو، ولا هنقارنها مع نتائج ابحاث تانية اللي هي الميتا اناليسيس. طيب الساينتفك بيبر بتبقى الاقسام بتاعتها عامله ازاي؟ نعتبر ان هو ده كده ساينتفك بيبر. اول حاجه بتقابلنا بتبقى التايتل العنوان، بعد كده ابستراكت، يعني ابستراكت ده يعتبر ملخص، ملخص البحث، لا هو ملخص الملخص اللي هو ملخص للساينتفك بيبر ده. طيب introduction، بعد كده برضو زي صفحة كده تعريفية للموجود جوه ال جوه scientific paper دي، مجمع ملخص يعني بالنتائج بكل حاجة بس بشكل مختصر شوية. بعد كده الماتيريال والميثودز، ببدأ أحكي عن الطرق أو الحاجات اللي أنا استخدمتها عشان أبدأ أجمع الداتا. بعد كده الريزلتس، النتائج اللي أنا جمعتها. بعد كده discussion و conclusion، اللي هي بقى بعد ما بدأت أعمل presentation للداتا وأناليسز ليها، ببدأ أوصل في الآخر لاستنتاجات معينة. ده كده اللي هي الأجزاء بتاعة الـ scientific paper. في حاجات بقى زيادات كده زي اللي هي acknowledgement، زي اللي أنا مثلا عارفين لما تمسك كتاب وتلاقوا إهداء لأهلي وصحابي وحبايبي والحاجات دي. هي دي اللي أنت بتهدي الحاجة لحد أو بتذكر فضل حد معين عليك يعني، والموضوع ده option اختياري ممكن تكتبها أو ممكن لأ. بعد كده literature cited، ده اللي هو بتبدأ تجمع فيه المراجع أو التكست بوكس اللي انت استخدمتها، بتكتبها هنا يعني. آخر حاجة ملحقات أو الأبنديسز، ودي برضو اختيارية optional. دي عاملة شبه الفهرس كده، اللي هي من صفحة 1 لـ3 موضوع كذا، من صفحة 5 لـ7 موضوع كذا. تمام. هي دي الملحقات أو الأبنديس. يبقى ده كده الشكل اللي بيظهر بيه ال scientific paper اللي هو ال published اللي اتطبع خلاص وظهر لي، بيبقى بالترتيب ده. طيب هل الدكتور بقى وهو بيعمل ال scientific paper ده بيبقى ماشي بنفس الترتيب ده؟ أكيد لأ، يعني هو مش طبيعي أبدا إن هو هيكتب ملخص البيبر وهو لسه ما كتبش محتوى البيبر أصلا، صح؟ فالصورة دي زي تجميع كده يقولك ايه الفرق بين ترتيب الأحداث وأنا بكتب البحث وترتيب الأحداث بعد الطباعة خلاص. وتقريبا الدكتورة أكدت عليه يعني، فهي الحتة دي مهمة على حسب ما الدكتورة اللي عملت الداتا قالت يعني. تمام. فالببلش زي ما قلنا هي الترتيب ده هو نفس الترتيب ده. طيب البريبيرنج، أول حاجة يعني بحتاج أفكر فيها هي التايتل أو العنوان، لأن هي بتبان يعني في أبحاث ممكن تبقى العناوين بتاعتها يعني
اتراكتيف كده وتخليني ان انا عايزه اقرا البحث ده، او ممكن ما قراتش عن الموضوع ده قبل كده. طريقته نفسها بتجذبك لما العنوان كده مول بقى هي بقى ايه. فاول حاجه التايتل بيفكروا فيه، بعد كده الاوبجكتيف او الايم او سكوب، الهدف من ان انا اعمل البحث ده ليه اصلا، او ليه الموضوع ده مهم. بعد كده بيتكلم عن الميثود برضو اللي هي الطريقه اللي استخدمها لجمع الداتا. بعد كده ممكن يكون توصل خلاص في الاخر لتايتل معين اللي هو خلاص ثبت عليه، وممكن يوصل حتى الاخر اصلا ما ثبتش على تايتل، بس هو بيتاخر معانا شويه. بعد الطريقه تجميع الداتا وصل لنتائج، بعد كده الديسكشن وان هو يعمل يطلع الكونكلوجن للاستنتاجات. بعد ما مش يعتبر نفس الترتيب بتاع هنا، الحاجه الوحيده اللي مكتبناش هي الابستراكت اللي هي الملخص الساينتفك بيبر. بعد ما يكتب بقى والمحتوى خلص وكل حاجه، بيبدا يكتب الابستراكت دي زي 300 كلمة كده ملخص لكل اللي بيتقال اللي هيتقال في البيبر. تمام، بس ترتيبها هيبقى جاي بعد العنوان على طول، بعد العنوان وقبل الانترودكشن. تمام كده، يبقى هما الاتنين يعتبروا متشابهين، هي الفرق بس في الابستراكت ومهم الترتيب ده. طيب نبدأ في أول جزء بقى، هنبدأ ناخد كل واحدة منهم ايه الشروط اللي هي المفروض تبقى موجودة فيها وكده. نبدأ أول حاجة في التايتل، أنا ازاي أعمل تايتل الريسيرش بتاعي. اول حاجه يبقى ديسكرايبنج، العنوان اللي انا هستخدمه لازم يبقى بيوصف الموضوع اللي انا بتكلم عنه، يعني ما اكونش انا الموضوع او الهدف الاكبر في البحث عن حاجه وانا اروح اكتب حاجه تانية ملهاش علاقه بيها، او حاجه فرعيه منها، او حاجه جنرال قوي عليها. تمام، لازم دي يبقى الموضوع سبيسيفيك قوي، يعني انا مثلا مش هبقى بتكلم عن التايب 2 من الدي ام واروح اكتب لا هو دي ام عموما، يعني او اكتب الكرونيك ديزيزز عموما. يعني انا لو كتبت انا بتكلم عن التايب 2 من السكر، فانا المفروض اعمل العنوان كده. لا، لو حد كتب كرونيك ديزيز ما هي تايب 2 دايبيتس من ضمنها، لكن كده الموضوع كان جنرالايزد اوفر يعني. فالموضوع لازم التايتل لازم يبقى سبيسيفيك، اقصى حاجه من 8 ل 12 كلمه، understandable يعني الكلمات اللي فيه بتبقى واضحه، ما نستخدمش تيرمز تبقى صعبة أو بعيدة عن الناس، مش كومن قوي. ومعروفة إن هو العنوان بيبقى في النص وفي أول صفحة. بيقول إن هو كل الكلمات اللي تبقى فيه المفروض تبقى كابيتالايزد، ما نخليهاش underlined ولا italic. في حاجات كده في التنسيق بتاع الكلمة نفسها underlined، اللي أنا أخلي تحتها خط أو إن أنا أخلي الكلمة مايلة كده، الخط ده بيبقى اسمه italic. فالمفروض ولا نستخدم ده ولا ده، هو لوحده عنوان اصلا فهو فيه فوكس عليه. يعني مثلا العنوان بتاع المحاضره هو سنتر وفي التوب بتاع البيج وكل حاجه، ما جيتش عليه بقى وعملت تحتها خط او حاجه، هو هايلايت بس عشان لونه ابيض. ولا جيت ان انا اخلي خط شبه ده مثلا، ولا ايتاليك جاي بميل ولا كده، لا هو لوحده كلنا عارفين ان هو ده التايتل بتاع المحاضره، فكده كده فيه فوكس عليه، فمش محتاج ان انا افور الدنيا اكتر يعني. تمام، فمستخدمش الحاجات دي فيه. يفضل انه انا مستخدمش اي اختصارات موجودة فيها، ولا اي معادلة او اللي هي يعني رمز كيميائي، ولا جارجون اللي هي كلمة اصطلاح يعني مصطلح بعيد عن الناس. الابريفيشن ده ممكن استخدمه مع البحث بالتدريج بقى في الكونتنت نفسه وانا بكتبه. يعني انا كنت بتكلم عن الهايبرتنشن وعملت ما بين قوسين اللي هو HTN، فلازم اذكره مرة في التايتل ومرة مثلا في الانترو، وبعد كده خلاص ممكن استعوض الكلمه بالثلاث حروف دول وبس. تمام، لكن المهم ان انا في الاول اقول ان الابريفيشن ده اصلا بيعود عليا، ان هو يبقى صغير يعني مش لازم يبقى سطرين، كفايه قوي واحد. لازم مش هو مجرد ممكن يستوي في كل الشروط اللي فاتت ده، لكن اهم حاجه اللي هو بيبقى بيعبر عن الايم او الهدف بتاع البحث نفسه، الطرق اللي انا استخدمتها وكمان النتائج، ولو الوقت والمكان كمان موجود يبقى حلو جدا. يعني مثلا انا جيت في مدينة شبه بنها وفي سنة 2021، وبدأت اجمع عدد الاطفال اللي جالهم كوفيد، فانا هقول مثلا عدد الاطفال اللي جالهم كوفيد في بنها في سنة كذا، يبقى انا كده ايه جمعت الكلام ده كله. او اكيد ده مش عنوان تايتل بس كمثال مش اكتر. في جنب الشروط اللي فوق ده في شوية تيبس كده لازم ناخد بالنا من التايتل برضه، قلنا اللي هو لازم تبقى ديسكريبتيف اللي هي بتعبر عن الريسيرش نفسه وبتفوكس عنه، الكلام كله متكرر. ده هنا بيتكلم اللي هو لازم تبقى سبيسيفيك برضه، ما نقولش عنوان جنرال.
ودي برضو نفس الكلام سبيسيفيك، اللي هو لو انا بتكلم عن دواء معين ما اتكلمش عن العيلة الكاملة بتاعته، لا انا اقول اسم الدراج نفسه، تمام؟ مش اي عيلة، اسم الكلاس كله. بعد كده بيقول برضو ان احنا نبعد عن الجارجون والحاجات اللي هي مش كومن، نستخدم دايما حاجات سيمبل وكومن وكده. زي ما مثلا الدايريا اللي بتحصل الاطفال، المفروض اسمها انفانتايل دايريا، والمفروض ان ده ترم ايه مشهور قوي بين الميديكال فيلد وكده، صح؟ فلما انا اقول انفانتايل دايريا، ده كده وفرت عليهم، بدل ما اقول دايريا امونج انفانتس، يعني هي اسلوب غريب كده شويه، فاحنا نقول ايه الترمز اللي احنا متعودين عليها. اخر حاجه اللي هو الزمن اللي انا بكتب بيه يبقى ماضي بسيط، اللي هو باست تنس، لان هو بيدل على حاجات خلاص حصلت في الماضي. يعني لما اقول 500 طفل خلاص هما جالهم كوفيد، في 10 ماتوا، في 400 حصل لهم كذا، و20 لسه تعبين، ايا كان، فالحاجات دي كلها حصلت في الماضي، فبنستخدم البوست تنس. في مثال كمان انه اللامبر سبورتس والإديكيشن، اللي هي لو عملت دعم للفقرات اللي هي اللامبر والكلام ده كله، هو ما علينا بالمعنى الحاجة، ده بيقول ان هو ما بيقللش من اللو باك بين. هو بيقول ان الجملة دي احسن من الجملة التانية، عشان هنا قال didn't reduce، ما قللش، اما هنا قال مش بيقلل. المفروض دي ايه حاجة حصلت في الماضي خلاص، واختبروا الموضوع ده، فالصح ان انا استخدم حاجة في الماضي ما استخدمش المضارع، تمام؟ بعد كده بيدينا شوية examples كده للتايتلز، ومدرجهم ان ده وحش، ده ضعيف، ده كويس، ده excellent. خلاص، ده اول حاجة. مثلا هنا بيقول exam grades، اللي هي درجات الامتحان. لو انا شفت بحث بالاسم ده، طيب ماذا بعد برضو درجات امتحان ايه؟ ولا عرفت اسم المادة، ولا عرفت ايوه مالها درجات الامتحان وعلاقتها بايه، ولا عرفت دي كانت في مدرسة ولا في كلية ايه، ولا الكلام ده كله، صح؟ يبقى ده عنوان وحش خالص، بنسميه bad title. تاني عنوان بقى بيقول sleep بيقيس exam grades، اللي هو العنوان النوم وكمان درجات الامتحان. طيب ده يعتبر يعني جاب لي شوية اللي هو أيوة علاقة الدرجات بإيه، بس برضو في نفس الوقت ضعيف، أنا معرفتش المكان ولا الوقت، ولا برضو أيوة النوم ماله. الجود تايتل بقى شوية اللي هو ربط لي ما بين الكمية النوم وعلاقته ما بين أداء الامتحان جوه، ما بين أداء الطلاب جوه امتحان الأحياء. يعني انتوا عارفين الموضوع ده، اللي هو المفروض قد ايه انت نمت ليلة الامتحان، خصوصا او ايام الامتحانات، وما بين أدائك جوه الامتحان نفسه، هل في علاقة أو لأ؟ فهو موضوع الريسيرش كان عن كده، تمام؟ لكن جه بقى الإكسلنت تايتل، اللي هو حرفيا جايب كل الديتيلز موجودة فيه، بيقولوا أثر سليب باترن، اللي هي نوعية أو نمط النوم، على مدى أداء الطلاب في امتحان البيولوجي في الإيه في كلية الطب في جامعة القاهرة، تمام؟ يعني قال لي كل حاجة حرفيا، تمام؟ وكمان كلمة sleep pattern دي يعني حاجة كده شكلها أحلى من كمية النوم أو amount of sleep، تمام؟ طيب ايه بقى هي نوعية الاستادي الموجودة هنا؟ يعني أنا لو جيت على 400 طالب مثلا وبدأت أقسم ما بينهم، من شوية ناموا كويس وشوية ما ناموش كويس، طيب اللي ناموا كويس في منهم هيحل حلو وفي منهم لأ، واللي ما ناموش في منهم هيحل وفي لأ، تمام؟ يعني هي عاملة شبه ايه الاستادي اللي كنا عاملينها اكسبوجر وحصل لهم ديزيز او لا، اللي هي جدول واربع خانات وكده. فنوع الاستادي اللي موجودة هنا كروس سيكشن، اللي هي كل نتيجة منهم بتجمع بين حاجتين، نام وحل ولا نام ومحلش والكلام ده، تمام؟ يبقى الاكسلنت تايتل اللي هو جمع كل حاجة. في حاجات تانية برضو متكررة، اللي هو بيتكلم عن الكاركترستيك بتاعة المرضى بتاعت كوفيد، في كمان فين بقى في المستشفى بتاعت بنها، تمام؟ بعد كده في عنوان برضو بيتكلم عن ايه اللي هي الريسك فاكتور، وكمان الاساليب وطرق الوقاية ضد كوفيد 19، في امتى، في الموجة الاولى اللي حصلت على مصر، تمام؟ يعني هو جايب تفاصيل كبيرة جدا بتخلينا اللي هو فعلا انا داخلة على موضوع التايتل بتاعه سبيسيفيك وديسكريبتيف للكلام اللي هيتقال جواه، تمام؟ دي كلها مجرد أمثلة ملناش دعوة بيها.
يبقى ده كده كل اللي اتقال عن التايتل الشروط بتاعته وايه الامثله الصح وايه الامثله اللي ما تنفعش. طيب تاني حاجه كده بعد التايتل ابستراكت اللي انا قلت ايه ملخص الملخص برضو دي بيبقى ليها حاجات برضو او شروط يعني المفروض بنمشي عليها. ان هي بريف سامري للبيبر، قلت ان هي اختصار او ملخص ليه. طيب هي بتجمع ايه بقى او ايه الكونتنتس الموجوده فيها؟ فيها البرايمري اوبجكتيفز او اللي هي والسكوب اللي هو الايم او الهدف من البيبر دي اصلا، الميثودز المستخدمه، الطرق اللي انا جمعت بيها الداتا، والنتائج اللي وصلت لها، والاستنتاجات اللي ظهرت في الاخر. بعد كده بيقول ان هي منكترش فيها قوي، هي دوبك 150 لـ300 كلمة اللي ما بتكملش نص صفحة. ونستخدم فيها الزمن الماضي البسيط لأن خلاص هي بتتكلم عن نفس موضوع البحث اللي هي خلاص حصلت. في حاجات ناخد بالنا منها جديدة بقى، هي no lengthy background information اللي هو كده كده هيقرا الملخص ده وهيبدأ بقى يقرا بالتفصيل اللي حصل جوه البيبر نفسها، صح؟ فمفيش أي داعي إن أنا أديله باك جراوند كبيرة قوي عن الموضوع. يعني انا المفروض في اول كل محاضره بتيجي تشرحها او تتكلم عنها بتدي مختصر كده او شويه اسئله هنجاوب عنها عن طريق المحاضره كلها. لكن ما اقدرش ان انا يعني انا عماله اقول لكم هنتكلم عن scientific writing نفسها، لو انا وانا لسه في الانترودكشن هقول الخمس انواع بتاعتها وامسك التايت اقول ان scientific paper ليها الاجزاء بتاعتها كذا والتايتل ليها شروط والابستراكت ليها شروط، اكيد ده كله مش هينفع يتقال في الانترودكشن. تمام، فاكتفينا بالساينتفك رايتنج وايه هي لازمتها وبدأنا نقسمها انواع وبعدين ماشيين بالتسلسل في التوتوريال، صح؟ فما ينفعش ان انا ادي باك جراوند كبيره قوي في الاول في الابستراكت يعني. تاني حاجه بنستخدم تيرمز او الكلمات اللي هي كومن وسط الناس، ما تبقاش كونفيوزنج للناس اللي بتقرا، نستخدم كلمات سيمبل وبسيطه. بعد كده قلنا ما نستخدمش اختصارات على قد ما نقدر الا اذا في حالتين، لو كانت ريبيتد متكرره طول الاستراكت. اصلا انا قلت زي ما قلت الهايبرتنشن وقلت ان بين كوزين دي اتش تي ان وبدانا ان احنا نكمل عادي ونستخدم الاختصار. نفس الكلام برضو لو انا كنت قايله الديفينيشن بتاعه قايله الابريفيشن بعد كده ايه بدل ما اكتب الاسم كامل اكتب بالاختصار على طول، بس المهم ان على الاقل مره او مرتين في الاول اكون كتبت الاسم كامل او الديفينيشن بتاعه ايه. في الابستراكت بقى المفروض اكتب المراجع واجيب الجداول والتقسيمات اللي حصلت للداتا والكلام ده كله، اكيد لا ده ملخص وقلت اللي هو لسه هيدخل على التفاصيل بعد كده. طيب عشان لما نوصل وقتها نبقى عارفين الريفرنس دي المفروض بتتكتب فين والفيجرز والتيبلز دي المفروض بتتكتب فين. الريفرنس دي المفروض بتتكتب في الانترودكشن والفيجر والتيبلز دي المفروض بتتكتب في الكونكلوجن اللي هي الاستنتاجات اللي احنا وصلنا لها للاخر بقى. بنبدأ نحطها في شكل presentation بقى سواء كان graphic أو tabular وكده، أما reference بتبقى موجودة في introduction. طيب برضو ال abstract المفروض ليها ايه؟ هي دي نفس الكلام متكرر تاني اللي هي بنتكلم عن background الموضوع نفسه، ناخد بالنا ان هي متبقاش لينس مننا قوي، تتكلم عن الهدف ومجمع الطرق والنتائج والاستنتاجات. في حاجة اللي هي الجديدة هنا اللي هي ال keywords اللي هنكتبها، keywords أو كلمات مفتاحية دي بنكتبها، دي الحاجات اللي بتميز ان انا لو عفوا لما اجي ابحث عن الريسيرش بتاعي ده على جوجل مثلا فالمفروض في كلمات انا كاتباها مميزه عن باقي الابحاث بحيث لما يجي يطلع يقوم يطلع لي الريسيرش ده مش يطلع لي حاجات تانية. فدي كلمات يعني بتبقى مفتاحيه كده بتميز الريسيرش ده، بتبقى غالبا من 3 لـ10 كلمات. في صوره هنا، ده شكل الابستراكت اهو موجود باك جراوند كده صغير عن الريسيرش اللي هنتكلم عنه. بعد كده الايم من البيبر ده وبعد كده الطرق والنتائج والاستنتاجات وكده، اخر حاجه الكيورز دي بحيث ان انا يسهل ان انا اوصل للريسيرش بتاعي ده لو انا بدور عليه على جوجل او حاجه. يبقى دي كده اللي هي الحاجات اللي المفروض بتحصل في الابستراكت والشروط اللي بتحصل فيه. بعد كده ندخل على الانترودكشن. الانترودكشن دي يعني هي برضو المفروض مش هنقول فيها الكونتنت بشكل مفصل، هي قريبة شوية من الابستراكت بس قلنا اللي هي زيادة شوية هيبقى فيها الريفرنس وكده. فالاول الانترودكشن دي هتبقى بريفلي ستيت او اللي هي اختصار كده باك جراوند صغير عن الموضوع نفسه، نبدأ نزود الريفرنس ليست لان احنا قلنا ان الريفرنس مش بيبقى موجود في الابستراكت ولا هي التابلر ولا الجرافيكس وكده، من الريفرنس تبع الانترودكشن.
ناخد بالنا ان هي تبقى صغيرة، على الاقل صفحة واحدة او بالكثير اوي صفحة واحدة، نستخدم فيها برضو الماضي البسيط لان هي بتتكلم عن موضوع البحث اللي هو حصل في الماضي وجمعنا خلاص داتا عنه. لكن قال ان في ممكن نستخدم بريزنت تنس برضو، بس في ايه بقى؟ في التروس او الفاكس، الحقائق اللي هي موجودة. يعني انا جاي اتكلم من الكبد في اليمين والاستمك في الشمال، فدي حقيقة اصلا موجودة، فمش هقول كانت، لا هي موجودة. نفس الكلام متكرر من جرامر اكيد يعني. طيب بعد كده ابدا اعمل لهم زي تمهيد كده، انه انا ليه اخترت الموضوع ده اتكلم عنه. ابدا اكلمهم او اسالهم، اعمل لهم زي تمهيد كده ان قد ايه الموضوع ده مهم. عارفين لما نيجي نعمل موضوع تعبير والموضوع ده من اهم المواضيع اللي نتكلم عنها، فهي الكلام ده، ان انا امهد لهم قد ايه الموضوع اللي انا هتكلم فيه ده مهم. ريشنال دي تقريبا ترجمتها طلعت منطقي، منطقي ان اي حاجه نتكلم عنها تبقى important. ما اعرفش القصد من الكلمه دي مفروض يعني ليه. طيب ممكن انهي الانترودكشن بتاعتي بسؤال او افتراض، ان انا سالت سؤال معين، انتم متخيلين نسبه او عدد الاطفال اللي اصابوا بكوفيد سنه كذا في بنها كانوا قد ايه؟ ممكن اسالهم السؤال ده وابدا اجاوب عن السؤال ده بطول الكونتنت بقى الباقي بتاع البيبر. تمام. دي بتبقى من الانواع اللي بتبقى بتخلي في انتراكشن شويه ما بين اللي بيقرا او اللي بيسمعني. زي ما انا بسال سؤال في اول محاضره وببدا اجاوب بطول المحاضره، هي نفس الفكره. طيب بيقول ان هي الاسئله الموجوده في الريسيرش المفروض تبقى الانسر بتاعتها بتيجي في الريزلت بتاعت الريسيرش. تمام. زي ما مثلا يقول ايه الفرق ما بين اول موجة وثاني موجة لكوفيد 19، وعلى مدار البحث هبدأ اجاوب. بيقول ان شكل الانترودكشن بيبقى عامل شبه القمح فانل، فانل شيب او انفيرتد ترينج اللي هو مثلث مقلوب، بحيث ايه ان احنا بنتكلم عن الموضوع نفسه كله كجنرال، وبعد كده ابدأ ازود السبيسيفيسيتي، ما علينا عشان مش قادرة بجد، لحتى ما نوصل في الاخر للموضوع اللي انا قصدي اتكلم فيه. يعني مثلا انا حابه اتكلم عن نوع معين من السكر زي ما قلنا، فهبدا اتكلم عن السكر بشكل جنرالايز يعني، وابدا اقرب لحتى ما اوصل ايه للنوع او الحاجه اللي انا عايزه اتكلم فيه. عشان كده هو مثلث مقلوب او شكل ام. في حاجه ثانيه، مفيش بيقولك ان برودست بورت او اوسع مكان في المثلث ده، ده بتدل ان المعلومات لسه جنرال، وبعد كده نبدأ لما كل ما يضيق كل ما تبقى المعلومة سبيسيفيك اكتر. بس كده، ايه لازمة بقى ان انا ابدأ بحاجة جنرالايزد وبعد كده ازود في السبيسيفيك؟ لان عشان اخلي ممكن اللي بيقرأ اصلا الموضوع ده ما عندوش فكرة عن الموضوع ككل، فما بالك لو انت بدأت في سبيسيفيك اصلا موضوع اكيد مش هيفهم حاجة، فلازم نخليه فاميليار او اللي هو يفهم الموضوع ككل، بعدها ايه يبدأ ان هو يتعمق فيه اكتر. تمام. دي كده الفكرة من السؤال اللي احنا بنحطه في الانترودكشن. الانترودكشن بيعتبر بيميز شوية عن الابستراكت السؤال وكمان الريفرنس. طيب ندخل بعد كده في الميثود بقى او الطرق اللي انا بجمع بيها الداتا، اللي هي انواع الاستاديز عموما. يعني تبقى تكنيكال ديزاين او ستادي ديزاين، دي كانت عنوان الراوند الاول. وانواع الاستاديز اللي اخدناها بقى من كوره ستادي كروس سيكشنال والكلام اللي حصل ده كله، او كنترول الحاجات دي، اكيد كنترول قصدي، ايا كان نوع الاستاديز اللي انا استخدمته. بعد كده ابدا اتعمق شويه اوبريتيف ديزاين، او اللي هي حاجه عمليه اكتر، ان انا خلاص بقى هبدا اجمع الداتا، اعمل داتا كولكشن. اخد في بالي ان وانا بجمع عن الريسيرش ده انه يكون متوافق عليه من ناحيه الايثيكال كوميتي، انه بكون واخده كونسنت اصلا ان انا اتكلم او اجمع معلومات في الموضوع ده. باخد كونسنت مثلا من القسم اللي انا تابعه فيه، وفي نفس الوقت باخد كونسنت من الناس اللي انا بجمع منهم الداتا، هم موافقين ان البيانات بتاعتهم تتعرض ولا لا. اخر حاجه statistical design، ان انا ببدا اعرض الداتا دي بقى في شكل presentation graphic tabular الكلام ده، او اللي هي الاحصائيات عموما زي على برنامج ال SPSS. طيب الاستادي ديزاين بقى اللي انا استخدمته، نتكلم عنها بشكل تفصيل اكتر عن نوع الاستادي نفسها. طيب وقت الاستادي كان من امتى؟ يعني انا مثلا هاخد في الريسيرش ده من شهر 2 لحتى شهر 10 انا بجمع في الداتا، فلازم اكتب المدة دي. السايت سيتنج، واكتب اللي انا عملت استبيان عشان عن طريقه بقيت اجمع البيانات. سامبل سايز، اكيد انا لو روحت برضو المكان
كبير 10,000 اكيد مش هتمشي على ده كله، لا بتاخد سامبل صغيرة، حاجة بتبقى اسمها study population و target population، اللي هي السامبل دي ان انت بتجمع منهم الداتا وخلاص كده لحد ما توصل في الاخر اللي هي الاحصائيات اللي بنبدأ نعملها analysis. طيب بعد ما خلاص انا جمعت الحاجات دي، ببدأ بقى انا المفروض اكتب الريزلتس دي وبعرضها قصادي في شكل جداول او جرافيكس ايا كان زي ملخص للداتا اللي انا جمعتها، انتظر بالشكل ده بقى اللي هو سواء جرافيك او تابيولر، وفي شوية كومنتس كده انا بكتبها عليها بحيث ان انا اجمع الموضوع ده ظهر لي ايه، بدل ما يبقى الموضوع تكست قلنا ان هو الجرافيك والتابلز، بتسهل الموضوع اكتر، بتخلي اي حد يقرأ. تمام. طيب في ديسكشن بقى بتتعمل بعدها عشان اجمع في الاخر الكونكلوجن او الاستنتاج من اللي اتعمل فوق ده كله. الديسكشن ده اهم حاجة فيه ان انا ما بقاش ريبيتيتيف، عمال اكرر الكلام، لازم اكون كونسايز اللي هو بختصر في الكلام وبجيب النقط الواضحة، ما بقاش عمال اكرر وازيد، خلاص كررنا كتير فوق. نبعد عن الجارجن اللي هي المصطلحات اللي مش كومن قوي وسط الناس. نبدأ نمشي تبع لوجيكال ستريم اللي هي تسلسل او سيكونس معين في تدرج بنفس تدرج الاحداث، يعني ما اقولش نتائج قبل ما اقول انا جمعت ايه بالظبط، او ما اعملش اناليسز قبل الكوليكشن، الكلام ده كله فيه سيكونس احنا ماشيين عليه. بعد كده بيتكلم ان احنا برضو بنكتب كل ده في الزمن الماضي الا اذا كانت فيه تروس او فاكتس، فدي بنكتبها في المضارع. ده كده بالنسبة للديسكشن. طيب الكونتنت او اللي هي المحتوى بتاع الديسكشن نفسه لازم بيبقى بيشمل كذا حاجة. احنا قلنا ان احنا في ريزلتس احنا عملناها وجمعناها فوق في شكل جرافيكس، فالمفروض الكونتنت بتاع الديسكشن ده بقى بيعمل لها اكسبلانيشن وشرح اكتر وكومنتات اكتر عليها. برضو ممكن يكرروا الريفرنس يتكتب هنا تاني غير الانتروداكشن، بحيث انه انا اعمل ريفرنس للابحاث اللي اتكتبت قبل كده، بحيث يعني ايه لو في بحث بيأكد او بيدعم كلامي احطه برضو، بحيث ان هو ايه لا شوفوا برضو البحث ده لو قريته هتلاقوه بيأكد نفس النتيجة اللي انا وصلت لها. اخر حاجة بقى الديتكشن، ان انا لو فعلا لقيت ان النتائج اللي انا وصلت لها دي متشابهة مع حاجة تانية، او فعلا طبقوها لقوها اقرب حاجة واصلة للمنطق، فدي كده ممكن تبقى نعمم الموضوع ويبقى generalized. اللي حصل العملية دي كلها بتبقى اسمها detection، هو خلاص انا وصلت ال results خلاص صح جدا يعني، او قريبة من الصح اكتر. طيب انا ازاي بقى ببدأ اكتب الاستنتاجات اللي في الاخر دي؟ اخد بالي ان انا خلاص كتبت كتير اوي فوق، فعلى قد ما اقدر اختصر تاني. لازم تبقى صغيرة على قد فكرة او فكرتين، يعني المفروض خلاص طالما انا وصلت نهاية البيبر فالمفروض ان انا كده اكون وصلت للانسر او الحل بتاع السؤال اللي انا سألته في اخر الانترو. ما عادش اكرر الهدف والطريق، الهدف من البيبر ولا الطريقة اللي انا جمعت بيها الداتا، خلاص قلناها كتير قوي فوق. ما اقولش اي معلومات جديدة، اي حاجة جديدة كانت عندي المفروض كنت كتبتها من زمان برضو. هي بس كده، لو في اي اقتراحات بقى المفروض تحصل في المرة الجاية المفروض بزودها. في حاجات برضو متكررة تاني، اللي هو نخلينا على الأقل على قد ما نقدر مختصرين في حتة conclusion دي، خلينا organized اللي هو نبقى منظمين في طريقة إلقاء البحث، لأن أنا ممكن أكون تعبت جدا في إن أنا أجمع الداتا وأعمل لها analysis والكلام ده، لكن ما أقدرش أكتبها scientific writing في الآخر بشكل حلو، فالمجهود ده كله يروح على الفاضي. آخر حاجة إن أنا أستخدم simple language بطريقة مبسطة، أبعد عن الجرجون أو الحاجات اللي هي not common. اخر حاجه بيقول ما تنساش ابدا الايثيكال كونسيدريشن، اللي هو انت لازم تاخد كونسن سواء من المؤسسه اللي انت تابع ليها او من الناس اللي انت بتجمع عليهم الداتا، بالذات لو انت هتعرض هويتهم يعني في الاخر او كده. بس بتمنى انه التوتوريال يكون موضوع واضح وبسيط، هو بس كنت عايزه ارجع والله على كل باراجراف يعني وراجعه لوحده، بس حسيت ان الكلام مش مستاهل. وخلاص كده يعني، بالتوفيق لكم كلكم ان شاء الله، وما تنسوش تدعوا الدكتور محمد والجميع المسلمين يا رب.